في شهر يوليو الماضي 2017، قبل عدة أشهر، إحنا في شهر أول شهر 11 بحدود 4 أشهر، في شهر يوليو من هذا العام أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت عن إطلاق مشروع تحت عنوان تحصين، مشروع تحصين لتعزيز الوسطية، وذلك بمشاركة 5 وزارات وجهات حكومية: وزارة الشباب، التربية والتعليم العالي، الإعلام، وزارة الشؤون، وزارة الداخلية. هذه الجهات مع وزارة الأوقاف تعمل على تنفيذ أو تخطيط لهذا المشروع وتنفيذه. هذا الأسبوع أعلن عن بدء تنفيذ المشروع، شهر يوليو كان الإعلان عن تخطيط له، في هذا الشهر أو عفواً في هذا الأسبوع تم الإعلان أنه سيبدأ يوم الثلاثاء الماضي يعني البدء بتنفيذ مشروع تحصين. ماذا جاء في التصريح؟ هذا المشروع يستهدف تزويد طلبة الصف 12 وطلبة المعاهد والجامعات بمهارات علمية في مجال نشر وتعزيز الوسطية ومواجهة الانحراف الفكري والسلوكي. كلام جميل جدا لا غبار عليه، ولكن أود أن أسجل عدة ملاحظات على هذا المشروع من باب الحرص على الوطن ومن باب النصيحة. أولا، وقعت الوزارة في أول خطوة في نفس التصريح الذي أدلي به، وقعت في خطأ أنا أعتبره خطأ فادح وكبير، حين ضمنت ذلك الإعلان والتصريح بأن الكويت، وهذه الكلمات جاءت في ضمن الخبر، بأن الكويت لا تعاني من أي تطرف. هذا أول خطأ، هذا أول مشكلة، هذه أول سلبية في أي معالجة لأي مشكلة، بل لمعالجة لمرض صحي. إذا ما تعترف بوجود المرض، بوجود الخلل، فإذا لن تعالجه بشكل سليم. الكويت لا تعاني من أي تطرف، وهذا المشروع يأتي لتحصين الشباب، يعني عملية وقاية. في المستقبل ممكن الشباب يتعرضون للتطرف، نحن نقيهم من أي فكر متطرف قد يتسلل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع. أنا صراحة لا أرى أي داع لإنكار وجود خلل ما في الكويت، كما أن في كل العالم اليوم هناك تطرف وهناك غلو وهناك صراعات وهناك آثار مترتبة على ذلك، الكويت ليست مستثنى. نحن لا نعيش في ذلك العالم الفاضل كي نقول أنه لا يوجد عندنا هذا الخلل، الخلل موجود. الكويت ليست مستثنى، ولا عيب في أن نعترف وأن نقر بأن هناك مشكلة ما في هذا المجتمع، العيب في أن ندفن رؤوسنا في الرمال، العيب في أن لا نعالج. ليس من العيب أن يصاب الإنسان بمرض، ولكن الخلل أين إن لم يذهب للعلاج؟ هناك في الكويت تطرف، هذه أول خطوة يجب على الوزارة وأية وزارة تريد أن تشارك في هذا المشروع عليها أن تقر بالبداية أن هناك تطرف. الآن ما هي العوامل؟ خارجية، داخلية، موضوع آخر، ولكن هناك مرض، هناك خلل. أول خطوة الاعتراف بهذا الأمر. قد نختلف على تحديد النسبة، قد نختلف على صور التطرف ومفرداته، ولكن هذا أمر، وإنكار وجود تطرف أمر آخر. ولنسترجع ما ذكرته قبل قليل بخصوص كيف أن الأمريكان ليعالجوا المشكلة ونجحوا فيها، مشكلة الألمان بالنسبة لهم، مشكلتهم هم طبعاً مع الألمان، أول خطوة كانت
لم يعترفوا فقط بوجود المشكلة، بل افترضوا أن كل ألماني نازي، تعالوا لنعمل على هذا التغيير. هذه أول خطوة صحيحة. والآن إذا أردنا أن ننكر وجود التطرف، كيف نفسر الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليها؟ كيف نفسر الخطط الإجرامية التي وجدت معهم؟ كيف نفسر تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام؟ كيف نفسر القضايا الموجودة في المحاكم والمتعلقة بحالات التطرف، سواء تطرف كلامي أو تطرف فعلي أو تطرف بانتماء وغير ذلك؟ هذا كيف نفسره؟ ثم كيف نفسر مقاطع الفيديو المنتشرة والصادرة عن أفراد ينتمون إلى هذا الوطن، هم أبناء هذا الوطن، ولكن للأسف عندهم أفكار متطرفة ويتحدثون بها، ويتحدثون بلغة الذبح، ويتحدثون بلغة الإقصاء العنيف للآخر المختلف معهم وإن كان شريكهم في الوطن، والصور والأمثلة كثيرة جدا. ثانيا، نحن بحاجة إلى تعريف التطرف والغلو. كما ذكرت أكثر من مرة، المشكلة في المعالجات التي تطرحها الجهات الرسمية عادة عندنا في الكويت هي معالجة التطرف ضد الحكم. هذا جزء من الصورة. هناك جزء آخر أيضاً يجب معالجته، التطرف ضد الآخر ممن لا يمثل الحكم، مع المواطن ومع المقيم ومع الإنسان الذي هو شريك في هذا الوطن، أو هو إنسان موجود في أي مكان على الكرة الأرضية. هناك تطرف أيضاً في هذا الاتجاه، ومعالجة الجهة الأولى لن تأتي بثمار. لماذا؟ أعطيك مثال بسيط. افرض أن هذه الجهة المتطرفة الإرهابية التي تم حشو رأسها بأفكار مغالية ضد الآخر جاءت وقامت بعملية إجرامية ضد بعض المواطنين أو بعض القاطنين في هذا البلد، ألن تتخذ الحكومة إجراءات ضد هذه الخلية؟ طبعاً ستتخذ. ألن تصدر أحكام ضدها؟ هكذا المفروض. ثم بعد ذلك، ألن تتحول هذه الخلية وأنصارها والمتأثرون بها إلى حالة عدائية مجددة بسبب موقف الحكومة منها، وبالتالي يعود الإرهاب ضد الحكم؟ فإذا أنت لن تستطيع أن تقتلع هذه الحالة من التطرف بمجرد معالجة جزئية للأمر، لأن المسألة ستعود من جديد، لأن التطرف هو تطرف، هو نفسية مريضة، هي مشكلة في الداخل، هي عقلية مريضة، هي تحتاج إلى معالجة شاملة. هناك تطرف تجاه الآخر المختلف دينياً، المختلف مذهبياً، المختلف قومياً، المختلف وطنياً، المختلف قبلياً، والخطاب الديني المصنع محلياً أحياناً يغذي هذا التطرف. هذا يجب أن نعترف به، ويجب أن نضعه في تعريف الغلو وتعريف التطرف وتعريف الإرهاب وتعريف الوسطية التي نريد أن نطرحها كبديل. ولا أخص هنا طرفاً معيناً، أنا لا أقصد طرف معين موجود في الوطن، لأن التطرف يجلب تطرفاً آخر، وبالتالي المعالجة تكون شاملة. القائمون على مشروع تحصين يقولون بأنه ستقام 100 حلقة نقاشية وورش حوارية تستهدف 10,000 طالب وطالبة. جميل جداً، رائع. سؤالي، هل من المحاورين علماء دين شيعة من أبناء الوطن؟ هل من الذين شاركوا في إعداد المشروع أي عالم دين شيعي؟ أليسوا هم موجودون في هذا الوطن، شركاء في هذا الوطن؟ هل هناك في عملية التنفيذ أي من علماء الشيعة سيشارك مع إخوانه من علماء أهل السنة في الجلسات الحوارية مع الطلبة والطالبات في المدارس
وفي الجامعات والمعاهد في جو وطني روحي بعيدا عن الاختلاف والتعصب؟ أنا لا أملك إجابة حقيقة. المشروع عندما طرح بصورة غامضة، ما فيه أي إشارات أو تصريحات، بل من خلال خبراتنا السابقة أستطيع أن أقول بأنهم ليسوا في هذا الاتجاه ولا يحبذون هذا الاتجاه. نحن نريد ونتمنى، وأتمنى من كل قلبي، أن تكون الإجابة بنعم. هناك مشاركة واضحة كوضوح الشمس، مشاركة فاعلة وكبيرة من قبل علماء الدين الشيعة في عملية إعداد وإطلاق وتنفيذ مشروع تحصين، لأن الشيعة شركاء في الوطن، ولأن المعالجة لا تخص طرفاً دون آخر، ولأن التطرف ليس مستثنى منه أحد. نتمنى أن كنا نسمع مثل هذا الكلام. إذا كانت الإجابة بلا، هذا يعني حقيقة أن المشروع لا يعالج إلا جانباً من المشكلة، وهي المشكلة المتعلقة بماذا؟ بالموقف من الحكم فقط، الموقف الرسمي من الجهة الرسمية. أما الموقف من الآخر الشريك في الوطن الذي يعيش في هذا الوطن أو كل إنسان على الكرة الأرضية، فيبدو أن المشروع لا يصب في هذا الاتجاه. هل هناك حقيقة تردد في الاعتراف بوجود شركاء في الوطن لا ينتمون إلى مذهب محدد؟ هل هناك تخوف من الاعتراف بوجود علماء دين شيعة أكفاء قادرين على أن يشاركوا في إعداد وتنفيذ هذا المشرووع؟ قد يقال أن هناك أكاديميين، وأن هناك مدرسين، وأن هناك بعض الشخصيات الشيعية ستشارك في التنفيذ. جيد جيد، ولا أدري أنها كان حقيقة أو وهم، لكن جيد لو أجيب بهكذا، ولكنه غير كاف. إخواني أخواتي، الخطاب الديني هو الخطاب الأكثر تأثيراً. يعني المعلم والإعلامي والممثل وما أدري رجل الشرطة، رجل الأمن وغيره، هؤلاء لهم تأثيرهم. لكن يطلع لك واحد بزي ديني وكعالم دين وكذا يخطب له خطبة واحدة عصماء، يدمر لك وينسف لك كل هذا. لماذا؟ لأن الإنسان بالنتيجة عنده قداسة للدين، وكلمة رجل الدين كثير من الناس يعتبرونها أنها منطلقة من أصل الدين، لها شرعية ولها قدسية، وأنها كلمة الله في الأرض. هذا الأمر لا نستطيع أن نتجاوزه، خاصة أن التي أطلقت المشروع هي وزارة الأوقاف. وبالتالي مشاركة علماء دين شيعة يمثل أمر ضروري ومهم من أجل تحقيق هذا المشروع بصورة ناجحة. ثالثاً وأخيراً كتعليقات، هناك دور لوزارة التربية في مشروع تحصين كما ذكرت قبل قليل، ولكن ما زالت الوزارة تصر وتكابر على أن مناهجها خالية من أي صور الدفع والتحريض على التطرف وعلى المغالاة، تصر على ذلك منذ سنوات وإلى اليوم. في آخر قراءة شاملة لي من صف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني عشر للجزء الأول والجزء الثاني من مناهج وزارة التربية قسم التربية الإسلامية، في آخر دراسة لي قراءة لي لها توصلت إلى عشرات الموارد، ولربما أخصص خطبة الأسبوع المقبل لبيان بعض هذه الموارد مما لم أتحدث عنه في السابق. أنا تحدثت في السابق عن بعض الموارد، وتحدثت عنها الصحف، وفي مقاطع فيديو انتشرت وكذا. لا، هناك أكثر من هذا بكثير من الموارد التي فيها تحريض على العنف، فيها صور غير واضحة قد يفهمها الطالب على أنها تحريض على العنف، فيها تحريض على الحكم، فيها تحريض على البرلمان والتشريعات التي تقام في البرلمان، فيها تحريض على الآخر المختلف. هناك بل هناك مورد نذكره الأسبوع القادم إن شاء الله، في أي سنة في أي مرحلة الآن نسيت، يقول بأن
من يستهزئ باللحية كافر مرتد يجب قتله. هذا تقدمه لطالب، من يستهزئ باللحية، والحمد لله اليوم الموضة موضة اللحية، وأطول من لحيتي أنا 10 مرات. شباب لا هم يمدين ولا شيء، موضة مثل لحة كارل ماركس، ومثل لحية ما أدري منه ذيل الفلاسفة الأوروبيين وغيرها، كلها لحة في النتيجة. يقول الاستهزاء باللحية هو كفر ورد عن الإسلام. وهناك بعدين بالنتيجة يقول المرتد على من عن الإسلام حكمه القتل. إننا في الكويت كما في كل الدول العربية والإسلامية بحاجة إلى مشاريع من قبيل مشروع تحصين، الذي يهدف إلى تزويد الشباب بمهارات علمية في مجال نشر وتعزيز الوسطية ومواجهة الانحراف الفكري والسلوكي والتطرف، ليس من باب الوقاية فحسب، بل والمعالجة أيضاً لسلبيات هي موجودة فعلاً، وهي بحاجة إلى اعتراف منا أولاً بوجودها، ومن ثم أن نقوم بدراسة سبل معالجتها والوقاية منها على أسس علمية. وعلى القائمين على هكذا مشاريع أن ينفتحوا أولاً على كل مكونات الوطن الواحد وإشراكهم في هذه العملية بجدية وشمولية وبروح وطنية بعيدة عن روحية الإقصاء. فالتطرف الذي يعيشه بعض شباب وطننا ليس تطرفاً ضد الحكم فحسب، بل هو تطرف ضد الآخر الشريك معهم في الوطن وفي المدرسة وفي الجامعة وفي كل مواقع الحياة. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين.